أسرع وأحلى مكرونة تجهز في خمس دقايق بالظبط بصوص رهيب إدمان سريعة ولذيذة جدا وطعمها مش هتنسوه معايا كيس مكرونة 400 جرام حطيته بقى في مية بتغلي فيها ملح وأسيبه علشان خاطر يتسلق على ما أجهز الصوص مش هياخد خمس دقايق بالظبط وفي طاسة على النار بنحط قطعة زبدة معلقة صغيرة كده من الزبدة معلقتين كبار من الزيت معلقتين كبار مليانين من الدقيق ونقلب بقى الدقيق ونسيبه يبكبك كده شوية عاوزينه يبكبك هننزل عليه بكوبايتين من اللبن الحليب البارد، اللبن الحليب كامل الدسم، هنقلبه على نار هاديه بقى، الرو سخن اللي هو الضيق والزبده سخنين والحليب بارد من الثلاجه علشان ما يعملش تكتلات، نقلب بقى على نار هاديه لحد لما الخليط يتقل كده ويبتدي يبقبق كده شويه، بعد كده بقى هننزل عليه بالبهارات، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل ابيض او ممكن فلفل اسود، معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره من الثوم الباودر، وفي بهار تاني لسه هضيفه في الاخر هنقلب بقى كل حاجه وبعد كده ننزل عليها بكوبايه من الجبنه الشيدر الجبنه الشيدر هي العنصر الاساسي في الوصفه ممكن تستبدلوها باي جبنه تانية والطعم هيختلف على حسب نوع الجبنه اي جبنه عندكم تحبوا طعمها ابشروها وحطوها بس الشدر هي المفروض اساس الوصفه دي ونقلب لحد لما الجبنه تدوب تمام ويبقى شكل الصوص زي ما انتم شايفين كده في المرحله دي بنزود كوبايه من الكريمه او كوبايه لبن حليب كامل الدسم اللي متوفر عندكم مفيش كريمه ممكن تحطوا علبه قشطه، قشطه اللبان عادي، اهم حاجه لو هتستخدموا حليب بس في الوصفه يبقى كامل الدسم، بنقلب بقى كل حاجه مع بعضها وبعد كده ننزل عليهم بالمكرونه، المكرونه بصوا اتسلقت واستوت تمام، هي اخدت خمس دقايق بالظبط، على ما جهزنا الصوص كانت كل حاجه جاهزه، بنصفي المكرونه وهي سخنه كده ننزل بيها بقى على الصوص، انا بس بنزل المكرونه على مرتين علشان اطمن ان الصوص تمام. بصوا بقى شكلها هيجنن ازاي لسه فاضل بس حاجه بسيطه نديها تقلبتين كده على نار هاديه وبعد كده بنرفعها بره ونكمل لو حابين تدوها لون زياده ادوها رشه كده من البابريكا لو حابين تخففوا قوامها نص كوبايه من اللبن الحليب السخن يتحط عليها كده اهوت في الاخر وهي سخنه لو حابين الصاص بتاعها يبقى خفيف شويه واخر حاجه بنحط عليها معلقه كبيره من المرقه البودره مرقه الدجاج البودره دي بقى بتديها نكهه رهيبه وبتنقلها في حته تانيه خالص بتديها نكهه اضافيه لو مش عايزين تحطوها مفيش مشكله وبس كده شوفوا بقى جمالها شايفين شكلها عامل ازاي تجنن ومش عايز اقول لكم ما خدتش خمس دقايق هنا بصوا خففتها بقى بشويه حليب فلونها فتح شويه حطيت عليها نص كوبايه كده من اللبن الحليب السخن هي كل ما تقعد ممكن تتقل شويه فبتزودوها لبن حليب سخن علشان تخففوها لو حبي طبعا دي معشوقة الجماهير محدش ما بيحبهاش الولاد بيحبوها جدا حتى الكبار بيحبوها وبتتعمل في وقت قياسي وبس كده أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقليل رأيكوا فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك واشوفكم إن شاء الله مرة جاية في فيديو جديد